النبي صلى الله عليه وسلم مات في ضحى يوم الاثنين، يعني بتوقيتنا حاليا في تمام الساعة السادسة أو السابعة صباحا حين اشتدت الشمس، وظل النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت يوما كاملا. وفي يوم الثلاثاء غسلوه وكفنوه وجهزوه. يقول علي بن أبي طالب: اختلفنا في كيفية تغسيله صلى الله عليه وسلم، كيف نغسله؟ أنجرد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتانا أم ماذا نصنع؟ يقول علي: فبينما نحن بجوار رسول الله في حجرته وعندنا الماء، إذ ألقي علينا النوم والنعاس حتى إن لحية أحدنا إلى صدره، ثم كلمهم رجل من ناحية البيت من خارج الحجرة النبوية الشريفة يسمعون صوته ولا يعرفونه من هو، يقول: فسمعنا هاتفا يقول: غسلوا رسول الله من فوق ثيابه ولا تجردوه. فغسلناه، غسله العباس بن عبد المطلب وولداه الفضل وقثم وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العباس وولداه الفضل وقثم يقلبون جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسامة وشقران يصبان عليه الماء، وكان علي وعلي من العلو، كان يقوم بتغسيل الجسد الشريف ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. وكانوا يصبون عليه الماء من فوق القميص فلم يرى من رسول الله كما يرى من الميت. يقول علي بن أبي طالب: ونظرت لأجد ما يخرج من رسول الله كما يخرج من الأموات فلم أر شيئا، وشممنا طيبا ما شممنا مثله. وكانت الحجرة النبوية الشريفة كأنها تحفها الملائكة. وهنا سؤال: أين ذهب ماء غسل النبي؟ والجواب: لم يثبت شيء عن الصحابة في ماء غسل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي بن أبي طالب: ثم كفناه في ثلاثة أثواب بيض سحولية، سحولية نسبة إلى قرية في اليمن من كرسف، يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجناه فيها إدراجا. ثم بعد ذلك قال الصحابة لأبي بكر الصديق: يا صاحب رسول الله، أنصلي على رسول الله صلاة الجنازة كما نصلي على موتانا؟ قال: نعم. قالوا: وكيف ذلك يا صاحب رسول الله؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون. فدخل الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وصلوا على النبي مجموعات مجموعات، عشرة عشرة، لأن بيته الذي عاش ومات فيه بيت ضيق لا يتسع إلا لعشرة أفراد فقط. وصلى الصحابة رضي الله عنهم على النبي فرادا، يعني كل واحد مع نفسه، هاب الناس أن يقدموا أحدا أن يصلي بهم على رسول الله. وأول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم هو عمه العباس، وهو أسن بني هاشم. أما حديث إن أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة لأن أول من يصلي علي هو الله، فهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صلى عليه عصبته وعشيرته وقرابته من بني هاشم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الصبيان، ثم العبيد، ثم الإماء. ذكر الإمام الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار أن عدد الذين صلوا على النبي عند موته يبلغون 37,000 نفسا. وبسبب هذه الأعداد الكثيرة تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أرادوا أن يدفنوه فاختلفوا أين يدفن، أينقل بين أصحابه إلى مدافن بقيع الغرقد أم أين يدفنوه؟
إنه جسد ليس كسائر الأجساد. لماذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في غسل النبي وفي الصلاة على النبي وفي دفن النبي؟ الجواب: لأنهم أول مرة في حياتهم يموت بين أيديهم نبي. ليسوا كبني إسرائيل، بنو إسرائيل كانوا يعرفون كيف يتصرفون مع الأنبياء عند موتهم لكثرتهم. فحسم القضية أبو بكر الصديق، فقال أبو بكر: يدفن النبي في بيته في المكان الذي مات فيه، فإن الله عز وجل لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. ثم قال لهم أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض نبي إلا دفن حيث مات. فجمع أبو بكر بين دليل وتعليل، فدفنوه صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرته في المكان الذي مات فيه. رفع أبو طلحة الأنصاري فراشه الذي مات عليه، ثم حفروا تحت فراشه قبرا ووري جسده الطاهر، وقبره صلى الله عليه وسلم في حجرته في غرفة أمنا عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة. وكانت حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها خارج المسجد النبوي الشريف. وتولى دفن النبي ونزل معه في قبره في حفرته أبناء عمومته: علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس، ونزل معهم شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما انتهوا من دفن النبي خرجوا جميعا من القبر، وكان أصغرهم سنا قثم وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هيئته. فكان آخر من خرج من قبر النبي هو قثم ابن عم النبي، كان آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بنوا عليه 9 لبنات، ثم حثوا التراب على قبره الشريف حتى انتهوا من دفنه صلى الله عليه وسلم. وكان قبره لحدا، أي في آخره تجويف داخلي، ورفع قبره عن الأرض مقدار شبر، وليس على القبر من الأعلى أي بناء. أما القبة الخضراء أو الفيحاء أو الزرقاء الموجودة حاليا فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بناها الملك المنصور قلاوون الصالحي سنة 678 هجرية. تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما علمنا بدفن النبي حتى سمعنا صوت المساحي، أي صوت الفؤوس وهي تجر التراب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى الصحابة من دفن النبي قالت فاطمة بنت النبي لأنس بن مالك: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله يا أنس؟ فهيجته للبكاء، فكأن لسان حال أنس يقول: يا فاطمة ما طابت ولن تطيب، والله لو استطعنا أن نضع أباك بين السماء والأرض لفعلنا، ولكن كيف وقد قال الله لأبيك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرته في حجرة أمنا عائشة. قال سعيد بن المسيب أن أمنا عائشة رضي الله عنها رأت في المنام أن 3 أقمار وقعن في حجرها، فقصت الرؤيا على أبيها أبي بكر الصديق، فقال: إن صدقت رؤيتك دفن 3 من خير أهل الأرض في حجرتك. فلما قبض النبي ودفن في حجرتها قال: يا عائشة هذا خير أقمارك. ثم بعد ذلك دفن بجوار النبي أبو بكر الصديق، ثم بعد ذلك دفن بجوار النبي وبجوار أبي بكر عمر بن الخطاب، ثم بعد ذلك أراد عثمان بن عفان أن يدفن بجوار النبي وأصحابه فمنع عثمان. والحسن بن علي قال لأخيه الحسين: إن أنا مت فادفني بجوار جدي فأنا أولى الناس به، فمنع الحسن. وقال مروان بن الحكم: والله لا يدفن الحسن في مكان لم يدفن فيه عثمان بن عفان. ومروان بن الحكم وعثمان بن عفان
كلاهما من بني أمية رضي الله عن بني أمية. حاليا بقي مكان رابع، فلمن سيكون المكان الرابع؟ يقال أنه سيدفن فيه عيسى بن مريم عليه السلام، كما جاء في الحديث الضعيف في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن سلام: مكتوب في التوراة أن محمدا وعيسى يدفنان في مكان واحد، ولا يعرف قبر نبي على وجه الكرة الأرضية حاليا إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. أما ما نراه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، هذا قبر آدم وهذا قبر نوح وهذا قبر إبراهيم، كل هذا كذب، إفك واضح وشر فاضح وجهل في الدين وضلال مبين. خلاصة القول: النبي صلى الله عليه وسلم مات في ضحى يوم الاثنين، وغسلوه وكفنوه وجهزوه يوم الثلاثاء، وفي يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر تم اختيار أبي بكر الصديق خليفة على المسلمين في ثقيفة بني ساعدة، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في جوف ليلة الأربعاء. فالنبي دفن بالليل ولم يدفن بالنهار، وهكذا مات رسول الأمة ورأس الملة، جسده مكرم في الأرضين وروحه مطهرة في أعلى عليين. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر الناس وارتدوا عن الإسلام، وقالوا إن الإسلام قد انتهى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان لموته صلى الله عليه وسلم أثر عظيم عند العرب. عند موته صلى الله عليه وسلم اختلفت الكلمة، وخرج كثير من الناس من قبائل العرب من دين الله أفواجا، ولم يبق على دين الرسول، على دين الإسلام، إلا ثلاث مدن فقط: مكة والمدينة والطائف وقرية في البحرين، ولم يبق للجمعة مقام سوى مكة والمدينة. لقد كانت الردة خطرا عظيما على الإسلام والمسلمين. عند ذلك وقف المسلمون الصادقون وقفة إيمانية صادقة، فجاهد الصحابة بقيادة أبي بكر الصديق هؤلاء الجموع المرتدة حتى نصرهم الله، ورجع الناس إلى الإسلام مرة ثانية بفضل الله أولا ثم بفضل أبي بكر الصديق. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل أصحابه بعده مسؤولية الدعوة. الهدف من خطبتي هذه هو أن يتعلق قلبك بحبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم، الذي سوف يشفع لك يوم القيامة، فأنت جزء من أمته.